مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم ومرحبا بكم إلى لقاء جديد وعدد جديد من برنامج عين على الجالية. نرحب بالجميع في هذا العدد الثاني والذي خصصناه إلى مناقشة إشكال وسؤال يطرح بخصوص مسجد باريس الكبير. مسجد باريس الكبير بين الوظيفة الدينية والتوظيف السياسي. هناك من يقول إسلام فرنسا، وهناك من يدافع عن الإسلام في فرنسا. كلمة الإسلام التي أصبحت هاجس كل السياسات والخطب والمواقف، ولا سيما في الغرب وعلى وجه الخصوص في فرنسا، وذلك بفعل عوامل تاريخية مرتبطة باستعمار العديد من البلدان الإفريقية، خاصة منها المغاربية التي تدين بالإسلام. فوجود فرنسا في الضفة الجنوبية للمتوسط وانتقال جالية مغاربية كبيرة لغرض العمل في فرنسا جعل العامل الديني الإسلامي يلعب دورا مؤثرا في صياغة المواقف الداخلية لهذا البلد وما رافقها من تداعيات خارجية. كانت الجزائر من البلدان الأكثر وعيا بهذا الدور ومن أولاها اهتماما بالجانب الروحي لدى الجالية الجزائرية بشكل خاص والجالية الإسلامية في فرنسا بشكل عام، فقدمت لها الدعم المادي والبشري والمعنوي من خلال مؤسسة مسجد باريس الكبير الذي يعد منارة إسلامية ذات وزن في بلد علماني. غير أن هذا الأداء لهذه المؤسسة الحيوية يتعرض لبعض الانتقادات من الجانبين الديني والسياسي. إلى ماذا تستند هذه الانتقادات؟ وما هي العوامل التي تعيق سير هذا الصرح بالقدر المنشود؟ للإجابة مشاهدينا الكرام على هذه الأسئلة وغيرها، أسعد باستضافة كل من الدكتور إدير مشنان، أستاذ جامعي وإطار في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرحبا دكتور. شكرا جزيلا على الاستضافة، بارك الله فيك. شكرا لكم على قبول الدعوة، كما نسعد كذلك باستضافة الدكتور يوسف مشرية، إطار سابق بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرحبا دكتور. شكرا عن الاستضافة الطيبة المباركة إن شاء الله. وسيكون معنا مشاهدينا الكرام عبر الهاتف من باريس الكاتب الصحفي الحسين مصدق. أبدأ معك مباشرة دكتور محمد إدير. أولا أجدد شكري لك على قبول الدعوة وحضورك معنا. السنوات الأخيرة هناك لغط دكتور بين ما تداولته خاصة الصحافة سواء الأجنبية سواء داخل فرنسا فيما يخص الإسلام في فرنسا أو إسلامه فرنسا، وهذا الطرح دافعت عليه خاصة يعني فترة حكم الرئيس ساركوزي الذي طالب آنذاك بخلق ما يعرف بمجلس الديانة الإسلامية في فرنسا. كيف تعقب على هذا دكتور؟ شكرا جزيلا مرة أخرى على الاستضافة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أن سياسات الدول لها بعد سياسي، لها بعد منفعي، لها بعد استراتيجي، ومن ثم فكل دولة ربما تفكر بالشكل الذي يخدم مصالحها واستراتيجيتها. ولكن الإسلام يبقى هو الإسلام، الإسلام هو، ليس هناك إسلام فرنسا وإسلام أمريكا وإسلام الجزائر وإسلام آخر، لا، هناك إسلام واحد، إن الدين عند الله الإسلام. له أصوله، له مبادئه، له أخلاقه، وهذا لا يتغير أبدا، يعني الأصول الكبيرة الإسلام لا تتغير. نعم، بعض الأحكام الاجتهادية التي يمكن أن تخضع لمقتضيات الزمان والمكان هذه موجودة، حتى في الفقه الإسلامي هناك شيء يسمى بفقه الجاليات وفقه الأقليات، معليش هذا موجود، ولكن الإسلام من حيث هو فهو إسلام واحد. والدولة الجزائرية حينما توفد أئمتها وعلماءها ومرشديها إلى أوروبا أو إلى غير أوروبا،
فإنما يذهبون يحملون شحنة الإسلام الذي أنزله الله عز وجل وجاء به سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من أجل أن يكون رحمة للإنسان من حيث هو إنسان. وربي عز وجل هو الذي قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وطبعا الجزائر وهي توفد أبناءها بل تختار خيرة أبنائها من أجل هذه الرسالة قبل أن تكون مهمة، فإنما الجزائر يتم انتدابهم، عفوا على المقاطعة عذرا دكتور، يتم انتدابهم لأربع سنوات زائد الشهر الفضيل في رمضان. الجزائر ترسل إرسالية خاصة من أجل أداء صلاة التراويح، ولكن هؤلاء جميعا مكونون تكوينا جامعيا أو تكوينا في معاهد تكوين الأئمة، إضافة إلى التكوين الخاص الذي يستفيدون من أجل هذه المهمة من أجل أن يقدموا الإسلام. وهو الإسلام الذي تربينا عليه وتعلمناه هنا في الجزائر عن علمائنا، وهو الإسلام يعني هو الإسلام الصحيح المتين الذي ينبغي لكل مسلم أن يلتزم به من حيث هو مسلم ويحاول التعريف به أيضا لغير المسلمين. الإشكال راك تتابع معنا الدكتور يوسف مشرية، إشكال في هذه الدفعات التي يتم انتدابها إلى الدول الأوروبية، فرنسا خاصة بحكم عدد الجالية الجزائرية إلى مسجد باريس، أنهم وحيدي اللغة أحيانا، يعني يتطلب على الإمام أن يكون مزدوج اللغة لمخاطبة خاصة الجيل الثاني والثالث من الجالية أو توصيل الرسالة التي نريدها، لأن الإمام باللغة العربية فقط في بلد علماني مثل فرنسا، هناك ما رأيك يعني هناك إشكال يطرح فعلا؟ شكرا. ابتداء نقول لكم مبروك على الجزائر ومبروك علينا هذه الإضافة، قناة فضائية دولية، نسأل لكم نحيي جاليتنا في المهجر بما فيها في الجزائر وكل مشاهد الجزائري في الوطن العربي والإسلامي. عطفا على ما قاله الدكتور فيما يخص الإسلام في فرنسا والإسلام الفرنسي، إسلام دو فرانس ولا إسلام اون فرانس، الجزائر منذ مدة يعني تبعث الأئمة والدعاة والمرشدين والمرشدات، المرشدات تبعثهم إلى مساجد باريس أو إلى مساجد فرنسا ليأطرهم لا غروند موسكي دو باريس، المسجد الكبير بفرنسا بباريس، ليؤطروا المساجد هناك. المساجد هناك شعل كاين معد مسجد فرنسا، إحصائيات ممكن تعطيها السلطات الفرنسية كثيرة، ولكن الجزائر تغطي حوالي من 200 إلى 250 تأطير لهذه المساجد من خيرة الأئمة هنا بعد مرور امتحان وفرماسيون، معظمهم أئمة أساتذة ولا أئمة أساتذة رئيسيين على الأقل يحملون الماستر ولا الليسونس في العلوم الإسلامية بما فيها الشرط، وهو كما قلت انت يا اللغه الفرنسيه، لازم يكون ان بيلانغ ميتريز بيان اللغه الفرنسيه. اي والله، لعلاش لماذا ربما هذا لم يكن موجودا في الجيل الاول والثاني من جاليتنا، لكن لا نوفا جينيراسيون الجيل الجديد لا يعرف اللغه العربيه ولا يعرف فقط لو ديالكت ارجيريان تاع الدار، لذلك حتى مع الوصايه المتمثله في وزاره الشؤون الدينيه والاوقاف بالتنسيق مع المصالح مع الخارجيه، لازم يكون هذا الامام هذا يكون يعرف اللغة الفرنسية ويجوز يعني بامتحان في اللغة الفرنسية زائد تكوين خاص حول هذا. علاش؟ باش تأطر هؤلاء لازم تكومينيكي معهم، والإمام مش فقط دوره يخطب الجمعة برك ويدير الصلوات الخمس، هو يحتك مع هذه الجالية، يحضروا أفراحهم وأتراحهم ويشاركهم في كل المناسبات الدينية وغيرها، فيحتك على الأقل يكون همزة وصل ما بين الضفة الشمالية والضفة الجنوبية. نعم. نذهب إلى باريس لنشرك معنا الكاتب الصحفي الحسين مصدق. مصدق مساء الخير ومرحبا بك معنا، شكرا على قبول الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونشكركم على الدعوة ونشكر كذلك الدولة الجزائرية التي أسست هذه القناة لتكون أداة تواصل إعلامي بين الضفتين الغرب الجنوبية والشمالية وخاصة الجزائر في الضفتين. شكرا الأستاذ الحسين مصدق.
سمعت الضيوف داخل الاستوديو وانت مقيم بباريس، كاتب، قمت يعني محتك بمسجد باريس بادائه، هل برايك ما كتبته خاصه الصحافه الفرنسيه مؤخرا بخصوص الاداء العام لمسجد باريس الكبير باعتباره قبله المسلمين، زائد تلك المساجد سواء في الضواحي او المدن الاخرى التابعه لمسجد باريس، كيف تقيم انت اليوم الدور بين الوظيفه الدينيه والاداء السياسي؟ للتعرض الى هذا الاشكال او هذا السؤال المطروح منذ مده، نعم، الا بد من معرفه رؤيه او الرؤيه السياسيه للبلد المضيف، تكوينه وتركيبته السياسيه. لنعرف بان هذا البلد المضيف له في فرنسا يتبنى ما يسمى بالعلمانيه او اللائقيه من خلال الخطاب السياسي وسعيه ان يترجم ذلك قانونيا. نعم. كيف تريد ان يكون هذا الاسلام او هذه الديانه التي تعتبرها دخيله من خلال المهاجرين، كيف تريدها؟ هل تريدها في خدمة المجتمع أم تريدها في خدمة النظام السياسي القائم في فرنسا؟ الإشكال مطروح على هذا الأساس. فرنسا تعتبر بأن اللائقية يعني عدم الاهتمام إطلاقا بالشأن الديني أو الروحي للمواطن. الجالية الجزائرية والعربية بصفة عامة وحتى الأجنبية إنها تعتبر هذا من المقدسات للجانب الروحي، وبالتالي انها تخضع للجانب الروحي اكثر ما تخضع لما يسمى للقوانين والسياسه الموجوده هنا، هكذا تعتقد السلطات القائمه في فرنسا، وبالتالي هي تريد ان تهيكل او تؤثر الجاليه المسلمه في فرنسا من خلال التاثير المسيحي. لابد من وضع انتقال معين وتوجيههم وفق ما تقول ما يقول القياده ذلك التاثير. لابد من التعامل مع الأمور الروحية العقائدية داخل ودون السلوك. لذلك لو نتعرض إلى التقسيم الحقيقي للدور في فرنسا تحيا روحية من الدول الرائدة الدول التي اهتمت بالجانب الروحي وحتى الدول وحتى أمل كبير خاصة جزء الحديث الجديد في أوروبا التي كانت فعلا تتكفل بالجانب الروحي. ربما ردأت الصوت، عفوا الأستاذ مصدق من باريس، ردأت الصوت، ربما الزملاء سيعاد الاتصال بك ثانية. أعود إليك الدكتور محمد إدير. في المداخلة تاع الكاتب الصحفي الحسين مصدق كان أشار إلى نقطة مهمة، ما يجمع المسلمين هو أداء الشعائر وقصدهم لمسجد باريس قصد العبادة، إلا أن بعض الأقليات ظهر الجانب الانتماء الإيديولوجي والأصلي للبلد الأم، هذا ما أدى إلى وجود صراعات خاصة عندما يتعلق الأمر بتجديد بالانتخابات وتجديد هياكل التابعة لمسجد باريس الكبير. ما هي قراءتك لهذا ما يحدث يعني تقريبا سنويا؟ وشوف، هو الإمام وهذا هو الجانب الذي تتولاه الوزارة الذين يوفدون إلى فرنسا باعتبارها البلد اللي عندنا فيها جالية أكبر، إضافة إلى تكوينهم الأساسي القاعدي في الجامعة أو في المعاهد، فإنهم يتكونون تكوينا خاصا بهذه المهمة. من بين الأشياء التي تدرس لهم ويشرف عليها خبراء متخصصون في هذا الجانب هو ما يتعلق بالجوانب القانونية للدولة التي تستضيفها، الدولة المضيفة. نعم. وهذه الدولة المضيفة من أهم أسسها السياسية هي العلمانية، هي اللائكية. نعم. ولهذا فإنهم يتكونون بتقنيات معينة كيف يجمعون بين تعليم مبادئ الإسلام الصحيح الذي تعلموه وبين احترام قوانين الدولة التي تستضيفه. ومن بين الأشياء التي يركز عليها السادة الأئمة وكذلك المرشدات الدينيات هو كيف يجمع هذا
هذا المقيم في فرنسا وفي الغالب هو مواطن فرنسي، يقدر يكون عنده جنسية فرنسية إضافة إلى الجنسية الأصلية تاعو، وكيف أنه يجمع بين ممارسته الدينية الإسلامية، شعائر الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الأخلاق، المبادئ، القيم، هذا الإسلام الكل المتكامل، وبين ممارسته لوطنيته، لمواطنته كمواطن فرنسي، أو ربما حتى يكون عنده مواطنة مزدوجة يبقى عنده انتماء إلى وطنه الأصلي، وكذلك يؤدي وظيفته في الوطن الذي أخذ جنسيته، وفي نفس الوقت يمارس شعائر الإسلام. وهذا أيضا موجه حتى للمواطنين الفرنسيين الأصليين اللي هما أسلموا أسلم هو مواطن فرنسي، ما تقدرش تقول ويني راه، هذه هي بلاد وهو مسلم. كيف تفسر عدم الاستجابة أو عدم تحقيق ما يعرف بالتعايش السلمي مع بقية الجاليات الأخرى أو الأديان الأخرى إن صح التعبير؟ يعني هناك تقهقر وكل ما يحدث حادث إلا ويشار بالأصبع للجالية المسلمة، وعلى مسجد باريس أن يرد في هذا السياق. طبعا هذا عنده أسباب كثيرة، ربما في الغالب تحا ليس دينيا، في غالبية هو أسباب التوظيف السياسي، التوظيف السياسي لهذه الأشياء، وهنا تدخل ما يسمى بالإسلاموفوبيا بالتيارات السياسية المختلفة وخصوصا اليمين المتطرف. وتقول لي في المدة الأخيرة، لأنه حقيقة العالم الآن في أوروبا حتى في أمريكا في الكثير من البلدان يشهد تنامي اليمين المتطرف، ونشهد تنامي هذه الوطنيات، يعني عودة الوطنيات الأوروبية داخل هذه البلاد. وطبعا هذه أيضا عندها أجندات، عندها قناعات، ولها استراتيجيات معينة تعمل على تحقيقها. ولكن أنا أعود دائما إلى هذا الإمام الجزائري الذي يذهب، هو الحقيقة ليست وظيفته وظيفة سياسية، ولكن وظيفته هي وظيفة دينية بالدرجة الأولى، ولكن هي وظيفة دينية ليست معزولة عن وطنه الذي أوفده، وليست معزولة عن هذا لتأكيد أن حب الوطن من الإيمان، وليس معزولا عن عن الفئة التي يستهدفها، وليس أيضا معزولا عن القضايا المشتركة للوجود الإنساني. فمثلا من التجارب التي تميز بها سادتنا الأئمة انطلاقا من الممارسة الدينية الوسطية المعتدلة للمجتمع الجزائري، هو قضية قدرة الأئمة في الجزائر، وكذلك حينما يذهبون إلى بلدان أخرى، من استراتيجيات مواجهة التطرف، التطرف العنيف، وتقديم الإسلام الوسطي المعتدل. ولهذا فإن هناك وفودا كثيرة تأتي إلى الجزائر من بلدان مختلفة تطلب تجربة الجزائر وتجربة ممارسة الأئمة والمرشدات الدينيات في قدرتها على الوقاية من هذا التطرف الديني. ولهذا فإن الإمام الجزائري حينما يذهب يدرك تماما أن هناك حدودا معينة له لا ينبغي أن يتجاوزها، ولكن يدرك أيضا أن هناك وظيفة، بل هناك رسالة، بل هناك هدف استراتيجي ذهب إليه لا ينبغي أن يغفل عنه، وهو تقديم هذا الإسلام الوسطي المعتدل الذي ينشده العالم بأسره، ربط الجالية الجزائرية بوطنها الأم، وتقديم الخدمات الدينية العلمية الرصينة والروحية لكل الذين يفدون إلى المسجد، سواء من المسلمين وربما أيضا حتى من غير المسلمين. شكرا دكتور محمد إدير. دكتور مشرية، سمعت دكتور ماذا قال، كيف تقرأ أنت هذا الإزدواجية بين الطرح الديني والطرح السياسي في مؤسسات دورها روحي بالدرجة الأولى، إلى أن هناك ديانات أخرى والأمر يتعلق أن المسجد موجود في بلد علماني؟ يعني حتى الأئمة الذين يتم انتدابهم ما يروحوش كأئمة، وإنما كمدرسي اللغة العربية في إطار ما يعرف بليكو، هذا هو الدكتور، وبالتالي ما يروحش كإمام وإنما يروح كمدرس اللغة العربية. نعم، وشوف كما قال الأستاذ الدكتور،
المسجد باريز هو منارة تاريخية دينية روحية ثقافية. مسجد باريز الذي كان ثمرة الجهود وثمرة ما دفعته الجالية المغاربية وخصوصا الجالية الجزائرية بعد الحرب العالمية الأولى. أكثر من 300,000 جزائري شارك في الصفوف الأولى في الحرب العالمية الأولى، وفقدت الجالية أكثر من 30,000، وهذا سيتان شيف أوفيسيال تعطيه فرنسا، تعطيه الوزارة الحربية الفرنسية تاع ليزونسيا ماكيزاغ لكومباتون. وبعدها كانت الثمرة هو بناء ماذا نعطي للجالية هناك، نعطي لهم بناء هذا المسجد، ولا يخفى على أحد لأنه أصبح منارة وشارك وساهم فيه الجميع بما فيه المنبر الذي موجود الآن، هو هبة من الملك فاروق إلى يومنا هذا. يعني سيتان باتريمون سبيريتويال، يعني روحي ثقافي ديني، ولكن الغالب عليه هم الجزائريون. هذا باش ما وتعاقب عليه عمادة، دكتور الشيخ بن غبريط، الشيخ عباس، الشيخ تيجاني هدام، إلى الشيخ بوبكار حمزة ودليل، يعني كلهم جزائريون تعاقبوا على عمادة مسجد باريز ليؤدي هذه الوظيفة الروحية الدينية. وكذلك أنت في بلد علماني، منذ 1905 القانون الذي يؤسس لعلماني واللائك بفرنسا أن الدولة لا تتدخل في الشأن الديني، رغم أن البداية كانت هي بتمويل، يعني بالتموين هذا الفرنسي كهيبة. إذن ولكن هو يجمع بين هذه الوظيفة، لا شك على أن حب الأوطان من الإيمان. كما جاء في الأثر. المسجد باريز الذي هو يترأس هذه المساجد على مستوى كل فرنسا بل كل أوروبا، ما كانش يعني ما كانش باتريمون بهذه الرمزية، الطابع الأندلسي التلمساني المغاربي الموجود في صومعته، كذلك المعهد الغزالي الموجود فيه. هذا يعطي صورة رائعة جدا للحضارة الإسلامية، للحضارة التي كانت متعايشة في شبه الجزيرة الإيبيرية في الأندلس، ووصل هؤلاء إلى غاية 70 كيلومتر على بواتي، على باريس في بواتي. كان هذا التعايش قائم. إذن ما يسمى بإسلام قرطبة يومها، فهو عنده هذه الرسالة الدينية الروحية، الانتماء كما قال الأستاذ، أنت في بلد علماني مع دي سيتويان فرنسيين أو مزوج الجنسية، لكن فيحترمون هذه القوانين تاع البلد بما فيها، يؤسسون لثقافة التعايش معا بسلام، يضيفون صنب أمبي. ماكش في بلدك غالبيته مسلمين، عندك مسلمين وغير مسلمين، عندك نصارى، عندك يهود، كل الديانات وغير الديانات، فتؤسس لهذه، وهذا من تعاليم شعائر الإسلام. ولكن دكتور مشير يسمح لي في هذا النقطة، كيف تفسر ذلك التراجع مثلا إذا كان خذينا بضواحي جنوب فرنسا، يعني بمرسيليا أو بشمالها في ليل، هناك مساجد اللي كانت تابعة وبقوة وتحت تصرف مسجد باريز الكبير، إلى أنها اليوم أصبحت تابعة لبعض الأقليات، وهناك توجه سياسي خدمة جاليات معينة. قلها بصراحة يعني. نعم تفضل. قلها بصراحة. وشوف كاين ما يسمى بالصراع، ما يسمى الإسلام الكونسولار، صراع هذا الموجود القائم هناك، هو ينبغي الإسلام اللي تشرف عليه القنصليات. القنصليات هذا هذا موجود. أنا نعرف مثلاً مسجد في ستراسبورغ، مسجد كبير جداً، والجالية تاعنا ساهمت بأموالها يعني بتبرعاتهم وبناتهم. ولكن بعد هذا التوظيف السياسي دائماً ما يخدمش حتى رسالة الإسلام، مش تعرف حتى حتى لو ميساج تاع الاسلام ما يخدموش. لازم الاصل نتا ياك مسلم، راك ان سيتويان فرنسي، تخدم هذا الديانه تاعك. بعدها اما هذا التوظيف السياسي والصراع ما ينبغي ان يكون. اذا كنشوفوا في هذه المجالس الصراع قائم، ولكن كباتريمون مسجد باريز هو معروف باللي سيتا يعني الجاليه الجزائريه متحكمه فيه، والميديا فماك مفتوح دائما يطيحوا على مسجد باريز، يطيحوا على ذلك. الدولة الجزائرية منذ سنوات تدعم وتقدم مساعدات بالأئمة مثل ما ذكر الدكتور. زائد تواجد بعض نضيف حاجة كما قال الدكتور، تفضل. فرنسا عرفت موجة عنف متطرفة فعلا، تتصور يعني لو ما كانش لونكادرومون تاع الإزمام تاعنا اللي عندهم خبرة في مكافحة التطرف والإرهاب العنيف هذا. تصور يعني هؤلاء ساهموا مع لو ترافاي هذا الجواري مع الجالية في تقليم هذه النزعة، لأن عرفت هؤلاء، وهنا للأسف الشديد ممكن نقولها
علاش كيكونوا لو بوزيتي سي دي فرونسي ونيجاتيف تقول من اصول كذا من أصول كذا. نعم يعني هنا ينبغي التركيز على هذا مثل ما قال الدكتور. نعم. هناك اليمين المتطرف الذي يتربص. نعم. نعم. يتربص بالاخرين خاصه امام كل مواعيد واستحقاقات انتخابيه. يبقوا معنا الدكتور لنشرك. نعم. معنا عاد الينا الكاتب الصحفي من باريس الحسين مصدق. مصدق، سمعت ما قاله الضيوف داخل الاستوديو، كيف تقرأ أنت هذا التراجع في الأداء أو سيطرة بعض الأقليات وخروجها عن واجب الطاعة لمسجد باريس؟ شكرا جزيلا لك سؤال المجيب، لكن قد استمعت للضيف وخدعت لمحة من تقريب تاريخية تعبر بشكل ما على طبيعة وجود هذا المسجد الذي أرادت منه فرنسا منذ أمد أن توظفه سياسيا، والكل يعرف كيف أن نشأ مسجد باريس في العشرينات وكيف كان هو هدية تخريب أو مغادلة الجزائريين الذين سقطوا في الحرب العالمية الأولى ضحية من أجل فرنسا حاولت تهديم، لكن حاولت أن توظف المسلمين مصالحها باختيار هذا الصرح الديني لخدمتها، وهذا ما حاولت أن تستعمله خاصة كما قلت في عهد مجيء ساركوزي، كيف يصبح الإسلام في خدمة النظام السياسي وتوجيهه من خلال تأثيره. الجزائر كانت عندها نظرة فعلا موضوعية جدا، وكانت عندها نظرة حقيقية وواقعية، لكن هل التطبيق الميداني لهذه السياسة الجزائرية هو الذي قد يكون سلبي كثير، لأن يخطئ من يقول أن الجالية الجزائرية تتكلم الفرنسية فقط ولا تحسن العربية، ويخطئ من يقول أن الجالية الجزائرية لا علاقة لها بما يجري في الجزائر، هذا خطأ كبير، لأن أكبر الجاليات وأهمها هي في الجزائر الجزائري، وهي التي أكثر ارتباط بالجزائر كانت تحمل الجنسية الفرنسية أو تحمل الجنسية الجزائرية. الآن كيف تم التوظيف؟ لماذا أخذ المسجد باريس بدأ يخل أو بدأ يفشل في أداء واجبه؟ كما قال محدثكم منذ قليل، إن الرسالة التي يأتي بها أو الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا ليست متجانسة، ليست موحدة، وإنما كل شخص عنده جمهورية في رأسه، وكل شخص يريد أن يوظف وينفذ السياسة الجزائرية حسب ما يعرفه هو. ولهذا لاحظنا بأن المسجد باريس في وقت ما إلى غاية تجنب كان فعلا يتحكم في نسبة كبيرة من المسلمين من خلال الأداء الديني، من خلال أداء الخطابة، من خلال التوجيه، ومن خلال تفتحهم على الجزائريين. بعدها أصبح الصراع يختلف، صراع النظرة القنصلية الإدارية المحضة، صراع ما يسمى بالاعتماد على الجمعيات، بالاعتماد على الجمعيات، الجمعية الدينية والثقافية المتواجدة بفرنسا. أبقى معنا. نعم. للأسف المحور الأول انتهى، يعني نروح فصل وأعود إليك. أبقى معنا الزميل الأستاذ الصحفي كاتب الحسين مصدق من باريس، سنعود إليك. مشاهدينا الكرام، قبل أن أذهب الفاصل لا يفوتني أن أشكر الدكتور محمد إدير مشنال أستاذ الجامعة والإطار في وزارة شؤون الدينية والأوقاف. شكرا. كان معنا في خلال المحور الأول، وسيلتحق بنا الدكتور عبد القادر التونسي أستاذ التاريخ المعاصر. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا.
مشاهدينا الكرام وسعدتم مساء وطابت اوقاتكم، مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني والاخير من هذه الحلقه. ولمن التحق بنا الان اسعد باستضافتي كل من الدكتور يوسف مشرية اطار سابق بوزاره الشؤون الدينيه والاوقاف، وسيكون معنا عبر خدمه الهاتف وسيكون معنا عبر الهاتف عفوا من باريس الكاتب الصحفي الحسين مصدق، كما يحضر معنا داخل الاستوديو الدكتور عبد القادر التونسي استاذ التاريخ المعاصر. دكتور مرحبا. شكرا للاستضافه، بارك الله فيك. اعود اليك الدكتور مشرية. اذا هناك بعض المساجد ان صح التعبير خرجت عن بيت الطاعه والولاء لمسجد باريس الكبير، كيف تقرا هذا خاصه سواء في منطقه جنوب غرب فرنسا او بشمال فرنسا؟ نعم صحيح، كثير من المساجد ودور العبادة الموجودة عبر التراب الفرنسي كانت الجالية الجزائرية ساهمت في بنائها وفي تدشينها. لازم يعرف المواطن الجزائري والمشاهد لهذه القناة بلي المسجد في فرنسا مش مسجد كالجزائر، تما سيتي بروبريتي بريفي، يعني ملكية خاصة للجمعية القائمة عليه على خدمته على مساهمته. ولكن في البداية في الإسهامات، نعطيك مثلا مساجد معروفة في شمال فرنسا في ستراسبورغ حدود الفرنسية الألمانية، سي لي زالجيريان تاعنا لا كوميونيتي الجيريان اللي تماك هي اللي ساهمت بمجهودها بتبرعاتها في بنائها. ولكن للأسف الشديد تدخل الإسلام القنصلي، جو دي بيان جو اوزا دير سي لي ماروكان، هذا هما يدخلوا مربوطين للاسف الشديد مربوطين. توعنا نوايا، انا نقول هكذا تاعنا نوايا، كي يتبرع يتبرع لله يتبرع لله، لكن هما عندهم هذيك الحيله علما ان الدوله الجزائريه ساهمت بارسال الامام وتدفع مستحقات الامام زائد لونتروتيان تاع المسجد المكلف 12 مليون اورو شاكاني. هذه الدوله الجزائريه تساهم بها في هذه الجمعيات اي كومبري لا بي دي سالير تاع الزمام تاعنا. وفي النهايه ومن بعدها كي يديروا الجمعيه ما يخلوا حتى جزائري. عندي حالات انا اعرف الملف جيدا، ولو تقول له نجي في رمضان نخدم معاكم في سبيل الله بينيفول يقول لك نو، ماكش دوريجين ماروكان اك دوريجين جزائري ما نخليكش تدخل. تصور اللعبه كيفاش اللعبه. اعرف حاله في تولوز شخص جزائري بناسيوناليتي فرانكو الجيريان هو بنا جامع لوحده، جاوه للسيرفيس ماروكان ساوموه شعلت تبيعونا كم تبيع هذا المجد. تصور. وبالتالي لازم ندرك هذا الشيء، ندرك هذا الشيء إدراكا جيدا. فيه صراع على وجهه، وكل هذا التشويه لمسجد باريس إنما من هذا اللوبي تاع ما يسمى بالمخزن المغربي موجود في فرنسا في الميديا، هو الذي يريد تسويق هذه الصورة. برأيك لماذا فشلنا نحن إن صح التعبير بين قوسين يسأل أحدهم في تكوين لوبي مماثل اللي يسترجع مستحقات الدولة الجزائرية والجالية الجزائرية؟ هذا مهم جدا، هذا مهم جدا، لازم العمل كلي. أكبر جالية موجودة في فرنسا هي الجالية الجزائرية، حبينا وكان لوفيسيال يقولوا 2,500,000 ولا 3 مليون، أنا نشوف أكثر من ذلك. أنا في لا 4ème جينيراسيون، الجيل الرابع من الجالية، الرابع من الجالية. عندهم هذاك الانتماء، هذاك الانتماء، هذاك لونواي وهذاك موجود. فقط نعرفوا كيفاش لونكادريمو، كيفاش ابروشيهم برك، هذا هذا المهم جدا. كاع لا بوليو موجوده، موجوده هناك هذه الجاليه. لازم نستثمروا فيها ونركبيرو كاع هذو لو باتريمون هذا. انا لما نقول ممكن استاذ في تكلم تاريخيا، مسجد باريس كانت تكلفه الدماء التي سقطت في الصفوف الاولى في الحرب العالميه الاولى اكثر من 200,000 300 من الجزائريين. السلطات الفرنسية تعترف بهذا وتؤكد هذا. دكتور مشرية، إذا كان تسمح لي نشرك معنا ضيفنا الدكتور عبد الرحمن التونسي. سمعت الدكتور واش قال، أكيد الجانب التاريخي لديك ما تضيف في هذا. شكرا، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاستضافة يعني هذه المناسبة. طبعا قضية مسجد باريس قضية يعني شائكة نظرا لأهمية هذا المسجد الذي حاول الاستعمار الفرنسي بناءه بعد الحرب العالمية الأولى، نظرا لما قدمه الجزائريون من خاصة بعد معركة بردان 1916، من قررت الدولة الفرنسية بناء مسجد من جانب، من جهة هو لخدمة ظاهريا الإسلام، لكن في الباطن هو خدمة مصالح فرنسا وتبييض وجه فرنسا أمام العالم. ولكن في الحقيقة لما دشنا في 1926، في تلك السنة كانت فرنسا قد قصفت
سوريا والشام الى اخره، يعني اسالت الكثير من الدماء، ولكن رغم ذلك لا يجب ان هو مكسب بالنسبه رغم ما اعلن رغم ما لفرنسا فيه، هو مكسب بالنسبه للجاليه الجزائريه، والذي يجب ان تحرص على بقائه في الصف الجزائري. كذلك خاصه انه يعني بني بدماء الجزائريين، ليس فقط الدماء ولكن اموال الجزائريين، بعد ان قام الذين اشرفوا على بنائه بجمع الضرائب، وسميت ضرائب مسجد او اوقاف مسجد باريس، جمعت من كل الجزائر كلها، يعني ونحن نعلم ب 1900 قبل بناء المسجد معظم السكان مثل ما قال الاستاذ خاصه سكان باريس كانوا من الجزائريين، حتى من بعد الحرب العالميه الاولى بداوا الدخلاء يدخلوا ويسكنوا مع الجزائريين بحيل ومكائد كثيره مثل ما قال، الى ان جاء دخل المخزن وقام بحضور التدشين على انه هو الذي ساهم في بنائه، والعكس هو بني باموال الجزائريين. نعم، وما زال إلى يومنا هذا دفعات على الأئمة مثل ما ذكر الأستاذ قبل قليل محمد دير قائلا أنه حتى في الشهر الفضيع يعني شهر رمضان هناك دفعات تنتدب من الأئمة للإمامة بالمصلين في كامل المساجد الفرنسية. أعود إليك الدكتور مشرية، الآن مسجد باريس يعني الصحافة الفرنسية خاصة في كل المواعيد وكل ما تعيشه من صراعات أحيانا داخلية ترمى على إدارة مسجد باريس، التي أحيانا بين قوسين مثل ما يقول حزب اليمين المتطرف وعلى رأسه زعيمة الحزب مارين لوبان، أن خطاب الكراهية نابع من دور العبادة والمساجد. نو انا لا بل لا اؤكد هذا بل افند هذا. الحملة التطرف التي شهدتها اوروبا عموما وفرنسا خصوصا لم ينجم هؤلاء المتطرفين لم يكن خريجي دور العبادة، سي لي ريزو سوسيو وسائل الاجتماعية التي خرجت ذلك الخطاب المتطرف، ذلك خطاب الكراهية. او كونترير مسجد باريس مع كل المؤسسات التي يشرف عليها مسجد باريس، لان لازم نعرفوا حاجه باللي لونكادرومون كيجي من الخارج يجي من متروبي الجزائر المغرب وتركيا، هذول انكادريو المساجد هناك. الاقرب الى العقليه الفرنسيه هما ليزاجيريان، سي ليمام ريبوبليكان، سي الاسلام ريبوبليكان، هذاك جاب عقليه مخزانيه وهذاك بيجع عقليه اردوغانيه، انت يا عندك هذا هو. ولا جروند كوميتي شنو هي؟ اكبر جاليه الجزائريه معروفه حبينا ولا كرهنا في باريس وفي غيرها من كل التراب الفرنسي، وبالتالي لا يعرف تلك العقليه الا هؤلاء الجزائريين اللي عندهم مستوى جامعي تكونوا تكوين خاص في دي لابو. واقدم جاليه يعني واقدم جاليه. انا نعرف مساجد كانوا تاع ليزاجيريان، عند كاين مسجد في ضاحيه باريس في جانفيلي كان تاع ليزاجيريان، تاع ليزاجيريان بقدرة قادرين مع الإسلام القنصلي وبالدعم من المخزن يشروها هذول الاسوسياسيون، يشروهم بالدراهم، سي كوم سا اللعبة تقاد هناك. وبالتالي علينا أن نقف وقفة رجل واحد، هذو سي دي باتريمون اوريجين الجيريان، نحافظوا عليهم، حتى شوارع مكتوبة بشوارع الجزائريين هذو، ما لازمش نتركوا هذا الموروث يضيع، لأن حتى مسجد باريس الكمال لله عز وجل. ولكن باش نقبل الاخر اللبي المخزني اللي موجود داخل لو فرون ليكستريم دروات، لو فرون فرونسي ولا في الميديا، لا ابدا. انا نوجه نداء الى جاليتنا في الخارج في الجزائر في فرنسا انها تنظم نفسها فقط، سي جوز نتنظموا حتى نحافظوا على هذه المكاسب. غير معقول خويا، ألا ترى دكتور أنه يجب علينا كذلك أن نوجه نعترف بأخطائنا أولا ونصحح المسار وناسيم فيما مضى كان هذه الإشكالات موجودة وكان أخطاء موجودة. ولكن غير معقول تجيب إمام من المخزاني يدعي لأمير المؤمنين في ستراسبورغ ونحضر الجمعة هذه ولا في جانفيلي، غير معقول هذا؟ حتى الفرنسي ما يساعدهمش هذا الشيء. لازم يكون هذا الإسلام الريبوبليكان توعنا موجودين، حتى الإزاجريين موجودين هناك، لازم نقولها حقيقة. وبالتالي هذا فقط يحتاج تنظيم، يحتاج إلى احتواء، وعلى القنصليات الموجودة في فرنسا أن تخدم خدمتها. شكرا دكتور. بقى معنا عاد إلينا، يشير للزملاء أنه عاد إلينا مصدق الحسين الكاتب الصحفي من باريس عبر الهاتف.
سمعت واش قال الدكتور الأستاذ مصدق؟ نعم أنا أتفضل الآن الصوت. نعم بأن لابد من تشخيص أسباب الضعف الفكري. نعم ليس فقط الكلام، لأنه السيطرة أو كما يقولون سيطرة المخزن على الإسلام في فرنسا لا يعود إلى قوة المخزن ولا يعود إلى قوة الأئمة ولا القوصلات المغربية في فرنسا، وإنما يعود إلى ذاتنا. الجالية الجزائرية في وقت معين كانت تشكل لوبي حقيقي في فرنسا وكانت تؤدي دورها كما ينبغي، لكن ما يكمن الخطأ وأسباب الفشل تكمن أولا في غياب التواصل، تواصل المشرفين على القنصليات وخاصه على مسجد باريس مع الجالية، فأصبحت هذه الطاقم المؤثر للمسجد يلعب دور بوليسي، دور شرطي، كأنه يقمع الذين يترددون ويتواصلون مع المسجد. لاحظ بأنه الخطاب المتداول في فرنسا بأن الجزائر تريد أو النظام الجزائري كما يقولون يريد أن يؤثر الجالية الجزائرية في خدمتها لتمرير خطاب سياسي. وبالمقابل ماذا قدمنا نحن؟ ماذا قلنا لهذه الجالية عندما يأتي عميد مسجد باريس أو غيره ويقول إنه يحق لامرأة أن تكون إمام؟ هذا يجعل ما من أسباب النفور مثلا للجالية، هذا غير معقول. لما نسمع باللي راه هناك عميد مسجد باريس الذي يقول إن شارلي إبدو التي أساءت للرسول صلى الله عليه وسلم من خلال الصور المسيئة له إنها قدوة في الديمقراطية ولا بد من التعامل معها، هذا شيء خطير جدا. هذه أسباب النفور. هذا كذلك إنه هذا المخزن، لما الجزائر لا تتعامل لا تطبق، هذا المؤثرين تاع الجزائر الموجودين على مستوى فرنسا لا يطبقون الفلسفة الجزائرية المتعلقة بالدين الإسلامي وتعاملها مع الجالية. الآن نلاحظ بأن المخزن الجزائر حضرت كل شيء، بنات المساجد، فأثرت كونت الإطارات الدينية، وضعت كل شيء الجمعيات، ويأتي المخزن ويجدها موجودة ليؤثرها، لأن نعرف باللغة هذه العامل الديني في فرنسا يقوم على الجمعيات. نعم. هذه خاضعة لما دفع في من أسبح كل الجمعيات المتكونة اعتباطياً وخاصة التي تكونت بإعاجة من المخزن هي تعمل بشكل كبير، ليس لخلق الجمعيات وإنما لاستيعاب الجمعيات الموجودة التي نفرت من مسجد باريس بفعل التشنج، بفعل عدم الشفافية، بفعل عدم التعامل مع الجزائريات. نعم. الأستاذ مصدق ابقى معنا، ابقى معنا من باريس حتى نشرك معنا الدكتور عبد القادر التونسي أستاذ التاريخ، عبد الرحمن عفوا التونسي أستاذ التاريخ المعاصر. الآن هناك فيض من غير صراع جمعوي إعلامي، الأقليات تريد أن تتمركز وأن يكون لها صوت بين الجاليات الأخرى، وكما ذكر الأستاذ يعني هناك الجالية التركية والجالية المغربية زائدة أكبر عددا، والتي تصرف أموالها هي الجالية الجزائرية. كيف تقرأ أنت هذا التراجع، هذا التقهقر، خاصة في بعض دور العبادات التي كانت تعلن ولاءها وتسييرها من قبل المسجد، مسجد باريس الكبير؟ نعم شكرا للسؤال الوجيه، خاصة إذا علمنا أنه مؤخرا في احتفالات فرنسا في 11 نوفمبر الأخير بهدنة روتوند 1918 يعني حينما هزمت أو حينما استسلمت ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، يعني لم يستدعى المسلمون لحضور الاحتفال، وهذا معتبر يعني إهانة للإسلام والمسلمين، وقد ندد بذلك عميد المسجد الأستاذ حفيظ وكذلك المجلس المسجد إلى آخره، ولكن هذا لا يكفي، يجب أن تعود. في رأيك لماذا تجاهلت السلطات الفرنسية؟ طبعا هو هي عدة أهداف، عدة عصافير بحجر واحد، وهو طبعا خدمة مثل ما قال الزميل نظام المخزن بالتواطؤ مع النظام المخزني، كذلك هو يعني رد غير مباشر على الهدبة التي قامت بها الدولة الجزائرية بالرد على تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون الأخيرة على أن الجزائر ليست أمة، وبالتالي كانت الرد هدبة، لم يكن ينتظر ذلك الرد القوي أن الجزائر أمة تعود إلى آلاف السنين.
وبالتالي وكذلك مما أدى إلى حدوث أزمة بداخل الحكومة الفرنسية التي لجأت إلى الذم أو انتقاد تصرفات ماكرون، فقام بكيل بمكيالين، وبالتالي رفض دخول الجزائريين في احتفالات 11 نوفمبر الأخير. لكن دكتور توسي في نفس السياق، فرنسا الآن مقبلة يعني بعد 3 أشهر على انتخابات رئاسية، هل برأيك السلطات الفرنسية في صالحها لأنها تخطب ود مسجد باريس، وما عارفين لما يتكلموا على لي ميزين دو فرانس مثلا في الانتخابات هي أصوات يشتريها البعض يريد شراءها، إذن لماذا هذا السلوك أحيانا المقصود الغير مقصود إزاء عمادة مسجد باريس؟ هو البعض يسمي ذلك انتحار سياسي لهذا الرجل، لأنه نعلم أن كتلة الجزائريين كتلة قوية وكبيرة، خاصة المتجنسين الذين لهم حق في الانتخابات، لكن رغم ذلك فهو يعول على الآلاف من أو الشرذمة من الحركة الذين أيدوا الاستعمار الفرنسي في كل ظروفه التاريخية، وبالتالي هذا الحل الذي لجأت إليه السلطة الاستعمارية أو عفوا السلطة الفرنسية الحالية هو يعني حل عقيم، وبالتالي نلاحظ ذلك في الكتابات الأخيرة سواء في الفيغارو أو لوموند إلى آخره، يعني التعويل على ضرب الجزائر في مبادئها وفي أصولها يعني عمل خطير بالنسبة لما يفعله هذا الرئيس. المعمول به الآن دكتور برأيك للخروج من هذا وإعطاء الجالية فعلا مكانة تستحقها وإشراكها في القرار من جهة، والتأثير عبر المؤسسات الجزائرية الموجودة هناك، لدينا كذلك المركز الثقافي الجزائري في باريس، لدينا المدرسة الجزائرية إلى جانب مسجد باريس، برأيك يعني؟ وشوف قبلها أنا فقط نضيف عطفا على ما قاله الدكتور، الديكلاراسيون تاع ماكرون مقبلة على انتخابات رئاسية مقبلة، حاب يدير العهدة الثانية وحاب يستقطب كاع لي زيليمون تاع لو فرون الجبهة الاجتماعية تاع الاكستريم دروات، وبالتالي التصريح تاع البارح تاع الخارجية قال باللي ممكن نفتحوا علاقات مبنية على التحاور وعلى المصارحة، يعني كأنه ود وغزل، وبالتالي انا نشوف فقط هي يعني أزمة ولكن هذا غير مغفور، تشوف الشحنة عند الجزائريين موجودين هناك، يعني رغم انه جامي شاف الجزائر ولكن عنده هذيك الحرقة على الجزائر، نحن أمتهم نصوميوناسيون باش تعرف باللي هما كيعولوا على المخزن في لوكادريمون، هو دار اون ديكلاراسيون دو بلي او دولا دو 2022 بلو دو ديزيم ايترونجير كي انفلونس لا فرانس، مي راح تجيب وانت تخاف من التطرف وتخاف من الاكستريميز ولا راديكاليزاسيون، مي راح تجيب راح تجيب يعولوا على المال الخارجي مع بعض الجمعيات المخزنية، وهذا فيه مغامرة كبيرة جدا على استقرار فرنسا وعلى لائكية فرنسا، هذا مهم جدا، وبالتالي الحل الأنسب الذي يناسب الديانة الإسلامية في فرنسا هو لونكادرمون الجيريان، حبيت ولا كرهت سي لا رياليتي، وبالتالي نعم. باقي دقيقة ونص يعني الحديث معك، استسمحك دكتور، نشرك معنا حسين مصدق من باريس عبر الهاتف في نصف دقيقة، يعني الحديث معكم شيق صراحة ولكن عمر الحلقة انتهى في نصف دقيقة. مصدق تفضل. أولا نقول بأن الجزائر مازالت عندها فرصة لتستعيد زمام المبادرة وزمام الأمور، نعم، أن الجالية الجزائرية ما زالت متمسكة بوطنيتها وأكثر من أي وقت مضى، صح فقط للأستاذ الذي قال بأن بمناسبة 11 نوفمبر لابد لأن هناك بيانات صدرت عن مجلس الإسلامي في فرنسا وصدرت عن الرئاسة تقول بأنهم وجهوا الدعوة إلى عميد مسجد باريس، لكنه اعتمد هذه المناورة بعد صدور، للتوضيح فقط الأستاذ مصدق، بعد صدور بيان ممضي من قبل عميد مسجد باريس أنه لم يتلقى دعوة فيما يخص 11-11 لحضور الاحتفالات، السيد محمد موسوي رئيس مجلس الديانة الإسلامية بفرنسا CFCM قال بأن المسجد وعمادة المسجد تلقت الدعوة، هذا هو التوضيح اللي وقع في الصحافة الفرنسية وتم تسريبه يعني. ولا هناك حتى إيميل، لكن نترك هذا الموضوع جانبا لنقول بأن الجالية الجزائرية أكبر وطنية
تقريبا حتى من الجزائري في الجزائر، لسبب بسيط انها دائما كانت حاضره في المناسبات الحقيقيه لما تكون الجزائر تواجه بعض الصعوبات. شكرا 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 استاذ ابو صدق. في خمس ثواني كلمه اخيره دكتور عبد الرحمن. عن الجاليه الجزائريه لا تنسى التسامح الذي نشره الامير عبد القادر في قصر الامواز، يتمسك بالتسامح الى اخر النقطه يعني. شكرا، اترك لك الكلمه الختاميه الاستاذ مشري. اوجه الى اصحاب القرار في الجزائر، لابد من لو دوفوار داجير. جاليتنا هناك 5 ملايين نحتويها في قرار اون فولونتي برك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي نشطها معنا كل من الضيوف، كما أشكر ضيوفي طبعا داخل الاستوديو كل من الدكتور يوسف مشري إطار سابق بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وكان معنا الدكتور محمد إدير مشنان في الجزء الأول أستاذ جامعي وإطار في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، كما حضر معنا الدكتور عبد الرحمن التونسي أستاذ التاريخ المعاصر، وكان معنا عبر الهاتف من باريس الكاتب الصحفي الحسين مصدق. أشكر لكم كرم المتابعة وأشكر ضيوفي، تقبلوا تحية الفريق الذي رافقني في إعداد هذه الحلقة، أمسيتكم سعيدة، ألقاكم بخير وإلى اللقاء، يعطيكم الصحة.